السلام عليكم. هاجر الفك الاخت ديال انس الفك الحاصل على اعلى معدل على جهه سوس ماسات 19.33. الحمد لله الفضل راه تيرجع لله سبحانه وتعالى والعائله ديالو اللي عاونوه وساندوه طيله العام ديال الدراسه ديالو كامله، والاساتذه ديالو اللي ما بخلوش عليه بحتى شي معلومه من كاع الجهه. الحمد لله يعني فيما تيسولهم، حيت انا صراحه ما تيديرش سوايع، ما عمرو دار السوايع، ما يعني الخدمه ديالو اللي كيخدم في الدار والاساتذه ديالو اللي كيعاونوا الحمد لله. يعني داكشي اللي باغي وداكشي اللي كان كيتقاتل عليه راه وصل ليه الحمد لله. وكما قلت لك راه الفضل تيرجع ليهم كاملين، والله سبحانه وتعالى هو الاول. انس راه اللي في المدرسه راه هو اللي في الدار، راه كيف ما تيمشي في المدرسه، كيف ما كاركتر ديالو في المدرسه، كيف ما كيتعامل في المدرسه راه هو اللي في الدار. يعني راه ماشي شي واحد اللي زعما تيتعامل في المدرسه في شكل وفي الدار في شكل، نو نفس الحاجه في كل شيء. شويه عنده صحابه ولكن الميولات ديالو كلشي ديال القرايه، زعما يعني تيعطي كل ما عنده في القرايه، داكشي اللي كيرتاح فيها كيرتاح فيها اصلا، راه شي حاجه اللي بزاف الحمد لله. راه واحد الفرحه اللي ما كتوصفش، واحد الفرحه اللي زوينه بالجهد والله. الحمد لله انا الفرحه ديالي كثر انه وصل داكشي اللي باغي هو، اكثر ما انا ما عمرني قلت ليه ولا قال ليه بابا ولا قالت ليه ماما خصك تجيب شي نقطه ولا شي حاجه. بالعكس راه كما قلت لك راه الفرحه ديالي انه جاب داكشي اللي باغي هو، يعني ديك 19 راه حيت هو اللي كيتقاتل عليها وباغيها الحمد لله، وراه وصل ليها جابها. هو يعني هو داكشي اللي كيرتاح فيه، شي حاجه كنعيشوها هو اصلا من النوع اللي عزاز عليه الاخبار وشنو واقع شنو تيوقع شنو هذا. يعني كيف ما قلت لك هو دار شي حاجه اللي مرتاح فيها واللي غيرتاح فيها وغيعطي فيها هو مرتاح، وانه يمشيو مع الدري داكشي اللي باغي وفي داكشي اللي مرتاح، يعني باش يقدر يعطي. يعني الدري الا بززتي عليه شي حاجه ولا بيدير شي حاجه بزز منه راه ما عمرو غيعطي فيها اكثر، ماشي بحال دار شي حاجه هو مرتاح فيها وكتحفزو باش انه يديرها، راه غيعطي فيها كل ما عنده وغادي يخدم فيها باي طريقه بغا هو.